بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأعزاء، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم الأغر المبارك أن أستقبله مباشرة على الهواء متخصصة أو اختصاصية التغذية ضحى خالد خروب لتتحدث لنا عن التغذية العلاجية لتكيسات المبيض. ما هو المثلث العلاجي لتكيسات المبيض؟ وكيف يتم تحديد كمية النشويات ونوعيتها للمريضة؟ وما تأثيرات كل من السكر الاصطناعي، الحليب ومشتقاته، الصويا، الدهون، الخضروات النشوية عليها؟ وما هي أهمية التمارين الرياضية والمكملات الغذائية في العلاج؟ إنها محاور حلقة اليوم من برنامج غذاؤكم دواؤكم الذي تعده وتقدمه متخصصة التغذية ضحى خالد خروب، فلها التقدير. بسم الله، السلام عليكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء من كافة أنحاء العالم. تكيسات المبيض وأحدث الدراسات حولها. اليوم حنتناول ركن أساسي بعلاجها وهو الركن التغذوي. فإذا موضوعات الحلقة اليوم إن شاء الله حنتعرف شو هو المثلث الغذائي للعلاج. هنركز أكيد على الركن التغذوي فيه، هنفصل بالنشويات وأحدث الدراسات حول الموضوع، شو النوعية المناسبة والكمية المناسبة، كيف منحددها للمريضة، وأيضاً نحكي عن بعض الأشياء مثل الصويا، الجلوتين، الدهون وغيرهم وتأثيراتهم، وأخيراً نعرج على موضوع التمارين الرياضية والمكملات الغذائية. هنذكر أرقام التليفونات ونلتقي إن شاء الله بالمحور الأول. أيها المستمعون الأعزاء، إذن لقاؤنا مع متخصصة التغذية. نتلقى اتصالاتكم على 0386 85 16. هذا طبعا عبر الواتساب، لأن التليفونات الأرضية مع كل أسف لا زالت معطلة بسبب الأشغال على الاتصالات. فإلى متخصصة التغذية. التكيسات المبيض هي تكيسات تظهر على المبيض نتيجة خلل هرموني، بتؤدي إلى عدة عوامل، عدة أعراض على الجسم، أحيانا بتبين على شكل دبغات على الجسم أو زيادة نمو الشعر بمناطق ذكورية. هو هرمون ذكوري، يعني بتصير تبين خصائص ذكورية أكثر، يعني بتصير يطلع حبوب، بيطلع شعر بالأماكن اللي مش مفروض يطلع فيها، مثلا مثل الصدر، مثل الرجال بيصير. كمان ممكن تظهر بعض البقع أو التصبغات الجلدية على جسم البنت، وكذلك ممكن يصير عندها عدم انتظام بالعادة الشهرية، وأيضا هناك رح يصير في عندنا كتير زيادة بالوزن. هلا هيك بشكل عام. هلا بالدراسات الحديثة عم بيتوجه الأطباء إلى تسميتها مترازمة الأيض الإنجابية، لأنه بطل يسموها تكيسات مبيض، أو إنه مش شرط يكون في كيس أو شيء، هي مثل خلل، هيدا خلل هرموني أكثر بنسميه. يعني اليوم أنا ما حفوت بهذه التفاصيل، بس لأنه كتير شيء منتشر، يبين كل ثلاث بنات تقريبا في بنت عرضة للإصابة فيهم، وعم بتأثر كتير على الوزن. فكتير انطلب مني إنه أحكي عن هذا الموضوع، لأنه مثلث العلاج هو ثلاث أشياء. أول ركن في التغذية، ثاني ركن التمارين الرياضية، وثالث ركن الأدوية. والأدوية مرات ما بيعطوا أدوية، بيكتفوا بالتغذية بالتغذية والرياضة. أوكي، إذا مثلث العلاج هو ثلاث أشياء: تغذية هنحكي عنها أكثر، رياضة، وأيضا بعض الأدوية في حال احتاجتهم المريضة حسب كمان قد ايه متأزمة حالتها. هذا بشكل عام، يعني هيك تكيسات المبيض هي ركن التغذية. هلا بالتغذية، لأنه كتير ركن أساسي عند هيدي المريضة، حنشعر بكتير اشياء. اول شيء نحن بدنا نعرف عندما بس يصير عندها تكيسات المبيض بتخرب الهرمونات، واحد الهرمونات اللي بيرتفع كتير هو الانسولين. بس يكون مرتفع الانسولين، اكتر شيء بتلاقي تكدس بمنطقة البطن بالدهون. اوكي، بصير كتير يجي عبالها الحلو، بتحس بالخمول بعد الاكل والى ما هنالك. فهون المريضة بتبلش تحس انه كتير فتحة شهيتها، كتير عم تاكل وفي تقلبات والى ما هنالك. مهم بيكون احد الهرمونات الخربانة معه ايضا هو الانسولين، عشان هيك اكتر شيء نصاحة بتبين عندهم بالبطن. فلذلك هون بنلاقي الغذاء تبعهم كتير، نحكى عن النشويات فيه. بعض الدراسات توجهت انه المريضة لازم تشيل النشويات بالمرة، بس انا ضد هيدي الدراسات. انا مع الدراسات الاخرى يلي بتقول لازم نتناول نشويات بس بكميات اقل من الطبيعي، وبدنا ننقي النوعية المنيحة من النشويات. شو يعني نوعية منيحة؟ وكيف نحن عم نحكي كميات؟
الشخص العادي بنعطيه تقريبا من 50 خلينا نعتبر 60% من الدايت تبعه ممكن يكون نشويات. عم نحكي ما معه سكري، ما معه ارتفاع انسولين، ما معه تكيسات مبيض. الشخص اللي عنده تكيسات مبيض ممكن نعطي 45% و40% نشويات، يعني اقل من العادي. يعني افترض الشخص لنقول بيطلع له نص رغيف صاج، هذا الشخص بصير يطلع له ربع رغيف. بس كمان بدنا ننقي نوعية النشويات الجيدة، يعني حبوب القمح الكاملة او شوفان، يعني اشياء فيها الياف وبطيئة امتصاص السكر. في حدا اتصل فيني عم بيقول لي شوي شوي بس مشان لانه عم بيسجلوا بعض المعلومات انه عم نتسرع شوي اذا تكرمت. اوكي نعم. فاذا حكينا اول خطوه لازم نعملها نقلل النشويات ونغير النوعيه، يعني ما بطل في خبز ابيض، ببطل في معكرونه بيضاء، ببطل في رز ابيض، بنقلبهم، بناخذ مثلا برغل كامل، بناخذ قمحه كامله، بنجيب خبز قمحه كامل او خبز شوفان وبكميات مدروسه. تاني شغله بنعملها بنوزع النشويات على كذا وجبه، ما بياخذوهم دفعه واحده. نفترض شخص انا بدي اعطيه 130 جرام نشويات، ما بعطيه اياهم وجبه واحده ويلا تربي او عشاء بلا، هلا بنوزع له اياهم على اكثر من وجبه وحتى على السناكس، يعني على الوجبات الخفيفه. فتاني شغله توزيع الوجبات. تالت شغله اللي انا بطئ امتصاص السكر، اول خطوه عملتها قللت النشويات، تاني خطوه نقيت النشويات المنيحه اللي اصلا امتصاصها ابطا، امتصاص السكر فيها اللي حيعلي الانسولين ابطا. ثالث شغله لبطئ الانسولين اكثر ولبطئ ارتفاع السكر وارتفاع الانسولين ويصير ارتفاع السكر بشكل بطيء اكثر، بضيف على كل وجبه بروتين والياف. بروتينات انا على طول بلخصكم اياها بكلمه جبال، جبن جيم جبنه لبنه بيض، الباء هي البقول يعني الفول العدس الحمص، الالف هي الالبان لبن والحليب، حاحكي عنها اكثر في انه في تفصيل حوله وفي خلاف حوله بين العلماء، واللام هي اللحوم لحمه دجاج سمك. يعني مثلا انا بيطلع له نشويات بعطي له نقول رغيف شوفان صغير الصبح، بحط له معهم جبنه او لبنه او بيض، وكمان بضيف الياف. الياف كيف بدي اضيفها؟ من خلال الخضره او الفواكه او الحبوب القمح الكامله. يعني انا مجرد ما اخذت شوفان او قمحه كامله زدت الالياف، بضيف خضره صار امتصاص السكر كثير بطيء، لاني مثلا حطيت بيضه اللي يعني هي بروتين، حطيت خضره وعطيت انا اصلا قمحه كامله او شوفان، هون عطيت نشويات منيحه. ليه غلط انا اشيل النشويات هيك بس بين قوسين؟ لانه هي الغذاء الاساسي للدماغ، بشيل نشويات كثير بحس بتعب، بتروح منه العضلات والى ما هنالك. على الغداء بعمل نفس الشيء، ضفت له مثلا نص طحنه يكون لانه نص الكميه خضره، مثلا سلطه فتوش تبول الى ما هنالك، قد ايه بتلونه احسن، قد ايه بزيد الالوان. اوكي؟ فانا هون شو عملت؟ اهتميت بهالمواضيع. كمان خامس خطوه بدي اعمل، اول شيء كان اول خطوه بذكركم قللنا النشويات، اثنين نقينا نشويات منيحة، ثلاثة ضفنا بروتينات، وأربعة ضفنا الألياف اللي بتلاقوها بالخضرة بالفواكه إلى ما هنالك. هلا خامس شغلة حركز على الدهون، عندي دهون منيحة ودهون مش منيحة. هلا الدهون المنيحة زيت الزيتون، الزيتون، الأفوكادو، المكسرات والبذور. فأنا هون شو بعمل من الخطط الحكيمة اللي بنحطها؟ إنه مثلا إذا عطيته حبة فواكه على السناك لبطئ امتصاص السكر، بعطيه معهم لوز أو بزر، هو أشياء منه هيعطوني دهون جيدة منيح لهيدا المريض. اثنين للمريضة، هي هون حتما عم نحكي عن مريضة مش عن مريض، لأنه المبايض هن موجودين عند الإناث. اثنين أنا بكون بطأت له امتصاص السكر اللي موجود بالفواكه. زيت الزيتون كمان كتير منيح نضيف. هلأ اللحم المدهني أو دهون اللحوم بشكل عام اللي بتجي من مصادر حيوانية، قدين احنا منقلل أفضل. أوكي؟ فإذا هون اهتمينا أيضا بالدهون ونقينا المواد المضادة للأكسدة اللي كتير منيحة. فإذا الإنسان وزع وجبة، أول شيء قلل النشويات، وزع الوجبات، وزع النشويات عليها ونقى النشويات المنيحة، ضفنا بروتين بس كمان البروتين يكون قليل ملح ومش مقلي، يعني بيضة مش مقلية، لحمة مش مقلية، مسلوق أو مشوي، وضفنا لهم الألياف من خلال الخضرة والقمح الكاملة، وضفنا أيضا الدهون الجيدة هي بذور مكسرات إلى ما هنالك. بس كله في أخ بيسأل إنه الرجال ما عندهم بيضات يعني لا لا هون لا لا, لا, لا هون لا حزنح نوضح شيء. هلا هو سببه ارتفاع هرمون ذكوري، الاناث عندهم هرمون الذكوري بس بكميات قليله، كميات قليله مثلا بيحتاجوا لبناء العضل لبناء العظم الى ما هنالك. اذا زاد عن حده بتبلش تبين خصائص الذكوريه عندهم. اوكي ببلش يعني يطلع شعر احيانا بالدقن او يطلع حبوب او ببلش. اذا فينا نقول الفريقين عندهم المبيض ولا بس عند الاناث؟ لا هو موجود عند الذكور، هي تعرف بالخصية عند الذكور مش المبيض. أيوة. هي اللي بتفرز هاي الهرمونات الذكورية أو الهرمونات التناسلية. هلأ هون ركزنا أول شيء على النشويات، خلينا نحن كثير بنركز إنه ما تنشل النشويات. هلأ في مجموعة أغذية، خلينا نمرق كم سؤال من مجموعة الأغذية. في بيندي عدة أسئلة للحقيقة،
عم بيقولوا هل التكيسات اللي حضرتك عم تذكريها علاقة بالنار النار اللي بيطلع بالجسم؟ ما بعرف بس ما بعتقد يعني ما عندي اطلاع على الموضوع ما بعرف. طيب بالنسبة لتكيسات المبيض هل هي بتعمل نصاحة أو النصاحة بتعمل تكيسات مبيض؟ هذا موضوع على فكرة يعني العلاقة هي سبب نسميها مثل بس يقولوا لك الجيجة قبل أو البيضة فهذه اثنيناتهم خصهم ببعضهم. النصاحة ممكن تؤدي لتكيسات المبيض وتكيسات المبيض بتؤدي للنصاحة. نعم. وبالنسبة لشو دور يعني والحال على فكرة يعني لقيت الدراسات حتى اللي بينزلوا الستات نسيت كيلات من الوزن بيلاقوا كتير فرق وفي بعض الناس يعني بيأثر بعض الناس لأنه بيأثر على الإنجاب يعني مجرد ما بلشوا ينزلوا وزنهم حبله. إذا حضرتك عم بتقولي إنه النصاحة إلى تأثير مباشر على التكيسات. 100% طبعا. نعم. شو دور الهرمون الذكوري بجسم المرأة؟ هل هي بس إنه الشعر حضرتك؟ المرأة بحاجة إلى هرمون ذكوري بكميات قليلة لأنه هو مسؤول عن العضلة. التستوستيرون اللي بياخده بالنوادي هرمونات بياخده التستوستيرون لأنه بيكبر العضلة. نعم. أوكي فهون زاد عن حده هاي الفكرة. شو رأيك بالكيتو دايت في حالات تكيس المبيض؟ هلا هذا اللي بدي أقوله إنه إحنا ضده إذا نقلل النشويات بس ما نشيل عمرها. إذا الحالة استعصت دمرها والإستاذ ما استجاب بنخليه آخر احتمال. بس لا مش مع إنه نستخدم كيتو دايت. نعم. أنا بسمع إنه نرفع كتير البروتينات ونشيل النشويات والسكر حتى الفاكهة أحسن بهيك حالة. فشو رأيك؟ لا هون الإنسان حيفوت كتير بنقص فيتامينات ومعادن. الفكرة اللي بدنا نطرحها إنه مشكلة تكيسات المبيض مشكلة مش إنه حتخلص يعني الإنسان بده يعتمد على نمط حياة ليضل متأقلم ومغطي وما يرجع بصيره. فمش إنه حاجة جذري والله بمشي شهرين ويلا مشي الحال. فهو حيكون نمط حياة أنت طول حياتك ما حفيك تعيش بلا فواكه وبلا هون إشي حينقص فيتامينات ومعادن. فلا إحنا بناخدهم بس بكميات مدروسة. كمان بدي سؤال بيقول بنت خيي معها تكيسات ونصحوها انه ما تاكل جزر ورز وذره وبازيلا ليش شو تاثيرها؟ يلا حنحكي بهذا المحور والابعاد الاغذيه حول جدل. اول شيء نحن طرحنا موضوع السكر الاصطناعي. هلا قد ايه الانسان بيقلل سكر سواء سكر عادي او اصطناعي الافضل بس السكر الاصطناعي انه حطوه كبديل للسكر العادي الابيض او الاسمر وهو كتير سيء. انا بفضل نبتعد عنه الانسان يركز على كميه قليله من العسل على سكر الفواكه. حتى السكر العادي برضو أهون أنا بنظري من السكر الاصطناعي. أكثر سلبيا حكى عنه أنه كتير بيزيد الرغبة بالحلو السكر الاصطناعي. أصلاً هو الشخص اللي عليه معه الإنسولين عم بيضل جعبه بالحلو فنحن بنزود له يعني عم ننزم الشغلة عادة عن مضاعفات الأخرى. فأول شيء السكر الاصطناعي لا نحن ضده. الإنسان يركز على العسل الطبيعي بكميات قليلة أو السكر حتى بكميات قليلة ويركز أكثر على الفواكه. هلا الفواكه صار فيها حول جدل وهيك نحن فينا نسمح بكل انواع الفواكه شرط يلتزم بالكميه. مش اذا عندنا تمر يفتح معه 3 تمرات الحصه مش اكثر 3 تمرات صغار مثلا موزه صغيره بس مش ياكلوا 3-4 موزات هيدا غلط. اوكي فكل انواع الفواكه بنسمح فيها بس شرط الالتزام بالكميه. 2 لقيت دراسات الصويا والجلوتين يلي هي ماده موجوده بالقمح ومشتقات القمح وايضا بعض مشتقات الشوفان والجودر وغيرهم انه هيدي الماده ممكن تاذي هي والصويا ومشتقات الحليب والالبان والاجبان. شو لقوا؟ لقوا انه هودي بس اللي عندهم حساسيه على الاكلات اللي بتاذوا. اما على صحه السلامه لا هني مش سيئين لا الصويا ولا الحليب ولا الجلوتين الا اذا المريضه هي بتتاذى من الحليب بتشيل. اما غير هيك فدراسات بعدها ما نمت بدي الحليب صار كتير جدل حوله منه قال كتير منيح ومنه كتير سيء. والدراسات الوسطيه قالت انه ناخذ مرتين حليب باليوم او لبن يكفي لناخذ الكالسيوم وناخذ فيتامين دي والى ما هنالك وما بيأذي المريضه طبعا مع نمط حياه صحي. الحكى أيضا عن الخضروات النشوية اللي عم تسألني عن الجزر البطاطا العادية البطاطا الحلوة البازيلا صح هذه الأشياء خضروات نشوية كمان كانوا قبل يشيلوها بس هلا لقوا إنه لا إنه كتير مفيد. الجزر جدا مغذي ومفيد كذلك البازيلا والبطاطا الحلوة. فأيضا هون رجعنا إلى كمية إنه نحن ندخلهم بكميات معتدلة كميتهم اللي عم تأثر وأنا عم بخلطهم مع شيء تاني فما عم بمتص السكر منهم بسرعة فيجوز إدخالهم بس بكميات مدروسة. وحكينا ايضا عن الصويا والجلوتين مثل ما قلت لكم اللي هو ابرز الاشياء في حوله جدل وكثير بينطرح انه بيسوى لا بيسوى قد ايه بتلاقوا جاد السلطه افضل انا باخذ فيتامينات ومعادن وبقوي مناعتي قد ايه بتكون المناعه قويه الجسم بيقدر يحارب الامراض اكثر وينتصر عليها وقد ايه بتدخلوا الالياف يعني هون الالياف بنحكى عنها بكثير اشياء يعني هي بالخضره والفواكه اكثر شيء. فانا بقلل كميه الاكل وعم ساعد حالي ليضعف يعني اذا عملت نص كميه الاكل عم باكلها خضره انا هختصر ما حيكون صحنين رز
يعني حاشبع بكميات وينزل وزني اسرع. اوكي هلا خلينا نبدا مع كم سؤال. نعم في بين دي سؤال صدوحة بقول هلا كيف بنحدد كمية النشويات المناسبة لنا؟ هلا هذا الشيء نحن بنحسبه للأشخاص اجمالا بنعطي مثلا في أشخاص من 50 لـ60% من الدايت تبعهم بيكون نشويات، بينما الأشخاص اللي عندهم تكيسات مبيض أو مشاكل أنسولين أو سكري ممكن نعطي 40 أو 45% بالمقابل بنرفع البروتين، لأنه رأيت الدراسات تدي بنرفع البروتين بحد معين عم بحكي زيادة عن الأشخاص العاديين بس مش مبالغة فهن بيستجيبوا أكثر. نعم كمان بيدي سؤال بقول الحبوب مثل العدس والفول واللوبي هل فيها نشويات وما مدى تأثيراتها؟ صحيح هي من فيها نشويات وفيها بروتينات بنحطها بالمجموعتين، يعني كل نص كوب منهم هو يعتبر حصة بروتين وحصة نشويات، بس هو الحلو فيه انه في ألياف وفي بروتينات فالنشويات تبعته بطيئة الامتصاص. نعم عشان هيك نحن بنحبهم ونحن مع انه الانسان يتناول لحوم والى ما هنالك، بس مثلا مرتين او ثلاثة بالاسبوع يتكي على البروتين النباتي يعني الجدرة الفاصوليا اللوبيا الحمص الى ما هنالك. نعم كمان بس نقول الياف شو المقصود فيها وين بنلاقيها بالمأكولات؟ الياف من اسمها مثل الليفي هي مادة ما ممتصة نحن ما مغذية وما بتعطي كالوريز. اوكي بس وظيفتها انه كثير لها فوائد، اول شيء بتسهل عملية الهضم بتمنع الامساك انه بتمص المي عبر القلب والمصران وبضطر لخروج فالانسان ببطل يعني يسيبه كتام وبتطلع كل الاوساخ لبرا بتمنع امتصاص مثلا الدهون السيئه. انا بس فول انتنتين المعده مثل الليفي بالياف بطل اكل كتير فحوفر كالوريز كتير. بتلاقي اكثر شيء بالخضره بالفواكه مش مقشوره يعني التفاحه بشرتها كيوي بشرتها، بنلاقيها بالبذور والمكسرات مثل بذرة شيا بذرة الكتان بذور اليقطين والى ما هنالك، وبنلاقيها ايضا بالحبوب الكامله يعني القمح الكامل الفول العدس الحمص المش مقشورين. صحيح انه البروكلي فيه كثير من البروتينات. هلا هيدا موضوع كثير مهم، يعني هلا في عندنا بدنا نميز المصدر الاساسي للبروتين اختصار يكون يهرب بجبال ومصادر ثانويه، المصادر الثانويه شوي بالخضره شوي بالرز بس ما في اتكل عليهم كمصدر اساس، الاساس لهم فاعليه كثير منيح اللي بتكل عليهم هن اللي اختصرتهم بكلمه جبال، جيم جبنه لبني ضيف الباقيه اللي هي البقول فول عدس حمص والى ما هنالك، لام يلي هي اللبن والحليب، واللوم اللام الالف الالبان يعني هي لبن وحليب، واللحوم يلي هي لحمه دجاج وسمك. نعم صحيح عم بقول شو يعني صويا وحليب صويا وشو فوائدهم وين بنلاقيهم كمان؟ لا الصويا هي حبوب بتجي على شكل حبوب الفاصوليا والعدس من نفس العائله، اكثر شيء بيستخدموها بالمناطق النباتيه لاسباب دينيه يعني ما بياكلوا لحمه تكون كبديل للحمه، فاللي بيعصروا حبوب الصويا وبيطلعوا منها عصير او حليب الصويا، وهيدا الحليب بيدعموه بالكالسيوم وبصيروا بياخذوه، اجمالا بتلاقوا بالسوبر ماركتس او بالسنترز الكبار يعني المحلات التجاريه كبيرة بتبيع منه. نعم كمان بندي سؤال صدوحة سمعت انه منيح نشيل القمح وكافه مشتقات القمح لتخفيف التكيسات من المبيض. اذا الشخص عنده حساسيه على القمح او على الجلوتين تحديدا الماده الموجوده بالقمح موجوده احيانا بتكون بالشوفان وببعض الاشياء الثانيه، إذا عنده حساسية بيستفيد، غير هيك لا مش مفيد تشيل القمح. أيو أفضل بهالحالة السكر الأبيض أو الأسمر أو الاصطناعي؟ الأفضل شيء العسل، بس بين السكر العادي الأبيض أو الأسمر أو الاصطناعي لا البعض هدوك أرحم من الاصطناعي بس بكميات كتير قليلة. نعم كمان بندقي سؤال عم بيقول أنا باخد ميتفورمين وسمعت أنه ممكن يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن، فأي فيتامينات لازم أفحص؟ هلا اللي بياخدوا ميتفورمين هو دواء للسكري أكثر شيء بيخليهم عرضة لنقص البيت ماش بي 12. نعم كيف أنت لازم تفحص هيدا الفيتامين ممكن تحتاجه هلا صار في حبوب تنحط تحت اللسان أو قدر أو إلى ما هنالك. بالنسبة لشرب هيدي البيبسي والمرندا وهالقصص هذه من الأشياء السكرية نحن قلنا بس بيقولوا كمان إنه بتسحب تمتص شغلات من الجسم الكالسيوم بتمنع امتصاص الكالسيوم بتأثر على كثير شغلات وإلها كثير سلبيات. لا خلينا نروح للمحور الأخير هي التمارين الرياضية والمكملات القتالية. التمارين الرياضية مثل ما قلت هي ركن من الأركان الثلاثة للمثلث العلاجي، فمش لازم تستقلوا فيها ولازم تركزوا عليها لينزل الوزن أسرع. أنا قد إيه بعلي عضلات وبوطي الدهون وبكثف بالرياضة هيدا أفضل، وهون بدنا نخلط بين النوعين عشان يعني تعمل شوي كارديو تمارين حرق شوية حمل أوزان لشتشت الجسم وتنمية العضلات، يعني أبدا ما تهملوا هيدا ركن أساسي. بده ينزل وزن مظبوط من 4 لـ6 كيلو كل شهر لازم يلتزم في الرياضة. المكملات الغذائية يعني غالبي كل إذا أكلنا غذاء كامل متكامل نحن مش بحاجة شيء إلا 2،
هني الفيتامين دي والأوميجا 3. أما المغنيسيوم والفوليك أسيد وغيرهم تقدر تأخذهم من الغذاء إذا كان غذاء متكامل. الفيتامين دي خاصه كتير وضروري للإنسان تتأكد أنت تاكوسيت مبيض. ما معنى فيتامين تال بينعمل فحص بالمخبر وقد ايه ناقص ضروري ناخذ حبوب مكمله لانه قليل انتشاره بالاكل. وهلا من الشهر الجاي حيبلش عندنا نقص بالاشعه الشمس بتصنع احيانا بمنطقتنا، مناطق اخرى يمكن يكون عندهم فيتامين دي، بس عم نحكي احنا عن ضروري نعمل فحص وتعرف انه ما في نقص فيتامين د. العنصر الثاني هو الاوميجا 3. اوميجا 3 هو زيت موجود بمصادر نباتيه مثل الجوز، بذر التشيا، بذر الكتان، وايضا موجود بالمصادر الحيوانيه عاده بالاسماك. هلا كانوا قبل يعتقدوا انه المصدر النباتي بينضبط رح المصدر الحيواني، بس حديثا لا، لازم نجيب اوميجا 3 حبوب مكمله من الصيدليه او ناكل سمك. حدا عم يسالني صد ضحى، انت ذكرتي مره انه نقص الفيتامين د الى اي شيء يؤدي، يعني شو بيساوي وكيف واحد بيعرف حاله، كيف بيعرف الواحد حاله؟ حتما بدنا نعمل فحص بالمختبر. يعني هلا في عرض، في حلقه على فيسبوك شوفوها، انه مره عاملين اكثر من حلقه عن فيتامين د، حطوا فيتامين د غذائكم دواءكم يطلع لكم كل شيء عنه. عطول حضرتك كمان بتقولي انه خمس وجبات او توزيع الوجبات حسب الصلوات، شو رايك بالنسبه للوجبات يعني بهالك حاله بهيك مرض؟ يعني هلا تكاسيت المبيض اكيد افضل احنا نوزع النشويات على اكثر من وجبه. اوكي قد ايه احنا بنوزع الوجبات؟ وكل وجبه بنحط معها الياف والبروتين لنبطئ امتصاص السكر. نعم. وبالنسبة للصوم المتقطع، يعني ورد في الأحاديث الصحيحة أنه عن الصيام وفضل الصيام، لكن بالمنظور الطبي شو رأيك بالصوم المتقطع؟ لا طيب به للمعنى تكريسات مبيدة بس بيستخدمه بالأخص الأشخاص مثلا ما معنى تلاقيه في وجبتين من هذا عبي لو كتير يرتاحوا عليه. الأشخاص ما بدهم خمس أو ست وجبات باليوم، بيقول لي أنا بدي وجبتين مش فاضي إيكم أو ما معي وقت أو في مثلا 12 الظهر لإيكم، هيدا بيناسبوا الصوم المتقطع اللي بنعملهم يا 16/8 او اي نوع اخر، بس اكثر شيء منتشر 16/8. كمان في حلقه على اليوتيوب على الفيسبوك عن الصوم المتقطع فيكم تشوفوها، بس ممكن نستخدمها للمريض حسب حاله المريض بترجع. بالنسبه للرياضه اي افضل، تمارين الحرق او حمل الاوزان؟ اثنيناتهم لازم تعملوا منهم، بس طبعا باشراف شخص مختص، يعني مش انتوا هذا الحبيب يعمل بالبيت ممكن يتابع على اليوتيوب، بس ضروري نعمل من الاثنين. من الكارديو اللي هني ركض، مشي، رقص، نط على الحبل، الالبتيكال، البسكليت، هودي اشياء يعني ضروري نركز عليهم، وبنفس الوقت يعني يكون في حمل اوزان شتشتة العضلات مختلف. حدا عم يسال انه ممكن اذا كان في نقص بالفيتامين د يصير عنده تزويغ الانسان بالنظر؟ ما عندي فكره، يعني تزويغ النظر ما بعتقد خاصه بالفيتامين د. شو الرسالة اللي بتحب توجهها؟ أنا دائما أنا بتمنى كل حلقة أنا تعجبكم وقدرنا نغطي كافة الجوانب حول هذا الموضوع. فيكم تتواصلوا معي ضحى خروب على 0382-99-68 أو على صفحة الفيسبوك أو الإنستغرام دايتشن دوت ضحى وضحى خروب كلينيكال دايتشن ضحى خروب اسمي باللغة الأجنبية. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. ونحن بنشكرك سيد ضحى وبشكر السادة المشاهدين الذين يتابعوننا عبر الفيسبوك. أشكر الأخ نبيل الغدادي الذي كان معنا على الهندسة الإذاعية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم صوت الأزهر. حتى لقاءات أخرى لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة القرآن الكريم صوت الأزهر. أعزائي المستمعين، كنا معكم محمد.